البطلة قررت ترمي اتنين ماضيها ونضارتها وعملت ستايل مختلف عشان ما تبانش في مدرستها الجديدة. لا سمح الله انها مجتهدة ولا حاجة زي ما كانت في مدرستها القديمة، لا تبان روشة. احنا بنروح المدرسة مش عشان نتعلم يا جماعة، لا عشان نروشن. المهم والبطلة داخلة الدراسة بكل حماس، بشعار شخصيتي القديمة ماتت خلاص وشخصيتي الجديدة هتاكل الجو وهشتهر يا شوية هواه. ولسه بتعرف على نفسها لقيت الفصل كله بيسقف لها. قال له امال انا ليه كنت مضطهدة في مدرستي القديمة؟ واضح كده ان كورسات التجميل والفاشن اللي اخدتها عاملة شغل عالي معايا، انا برضو كنت مستقلية بنفسي. وبدأت تفتكر ازاي تبقى اجتماعية من فيديوهات اليوتيوب عشان تكون اصدقاء. هوب تسمع بنات بتشجع نفس فرقتها الغنائية، فجاية تقول لهم بصرة وانا كمان. لقيتهم هبشوا في بعض على مين بيحب الفرقة اكتر من التاني، فقالت لا دول مجانين ماليش دعوة بيهم، ما شوف لي مجموعة تانية. فتلاقي عيال دحيحة ومجتهدة اوفر، فهي لا تبنى عن السكة دي خلاص. وقعدت حزينة منتكسة وافتكرت ماضيها وقد ايه كانت منبوذة ولسه بتتحسر على تمن الكورسات اللي دفعت فيها فلوس عشان تتغير. هوب لقت بنت بتعملها حلوة قوي وبتعزمها على اكل، فقالت اهي فرجت. وبعديها يهل عليها شلة بنات من ضمنهم واحدة مشهورة، قعدوا يتقربوا منها ويقولوا لها قد ايه هي جميلة واكيد المدرسة دي مملة مقارنة بمدرستك الفخمة القديمة. فالبطلة انتوا تعرفوا مدرسة تانية غير اللي كنت فيها؟ يلا مش هدقق، المهم خدوني معاكوا هيصوني، انا عايزة انطلق بقى. فعرفوها على شلة ولاد جامدين منهم البطل وابن عمه. ابن العم ده واحد متألق ومشهور واجتماعي فحت، بعكس البطل المتوحد الغامض وشكله ما بيطقش نفسه شخصيا ومداش للبطلة اي اهتمام. ولسه بيمشي نلاقي اسورة ايده شبكت في بلوفر البطلة والموضوع طلع كبير لدرجة انه كان هينكب مننا على الارض، لكن البطلة لقفته وكان شكله مسخرة كأنه وقع من شنطتها، فقام لامم شوية الكاريزما المتبقية منه ومشي وسابها. ومن ساعتها اول ما يشوف البطلة بيتجاهلها. مش مهم، كل المدرسة دلوقتي بتحبها ومفيش حاجة هتأثر على نفسيتها. لحد ما اكتشف التاني يوم ان في طالبة جديدة جاية ليها نفس اسمها بالظبط ومعروفة انها كانت مشهورة في مدرستها القديمة ومتدربة سابقة في وكالة معروفة. فالبطلة يعني كمية الاصدقاء اللي كونتهم من بارح دول ما كانوش بسبب جاذبيتي الفتاكة، فاكرني المتدربة السابقة. انا قلت برضو حظ النحس ده ما يجيبش الحياة الحلوة دي، مساء التنمر عليا لما الفصل كله يعرف الحقيقة. وفي عز بؤسها لقت ابن عم البطل بيقول لا انا عارف كل حاجة ومش ناوي افتن عليكي، فهي كتر خيرك ليهم حق يقولوا عليك لطيف وظريف وخفيف. ما تقولي يا زميل انت بتساعدني ليه، على اساس بقى تشوفه معجب بيها او شايفها صديقة مثلا. فلقيته بيقول لها بساعدك شفقة، اصلك ساعدت عليا، شكلك كنت مهزقة زمان. فقالت له الله يحفظك يا مان، كسرت نفسيتي اياكش تتهد، ورحلت في صمت. وقامت واقفة على كوبري شوية تمجد في حظها اللي مش موجود في الوجود وبعدين تشتري حبوب. هب البطل يوقفها وطلع كان ماشي وراها كل ده وفاكرها تنتحر، وهي كانت بتشتري بونبوني مش اكتر، واللي هو وقت النفس مين يا عم، انا كنت عايزة شوية سكر مهبطة. بس هي فعلا كانت مكتئبة وقالت للبطل عمرك فكرت قبل كده في الانتحار؟ اكيد لا، ده انت كل الناس بتحبك. فالبطل اللي هو ما هو بسبب القر ده الواحد بيفكر ينتحر 60 مرة في اليوم، فك كده ما تقرفناش وتغطي ونامي وبكرة هتبقى كويسة. تاني يوم البطلة لقت المتدربة اللي ليها نفس الاسم جات المدرسة، اللي هو انا البس والاصدقاء اللي عملتهم من يومين هيضيعوا مني. لكن اتصدمت لما لقت المتدربة دي ما فضحتهاش وسكتة، ومهما الطلاب قعدوا يتغمزوا ويتلامزوا عليها هي ما بتنطقش. فالبطلة راحت تقول لها سبب التنمر عليها وان الكل فاكرني انتي فبيعاملوني باحترام وحظي لبس في وشك. فالمتدربة دي طلعت مش انطوائية ولا حاجة، وهي بنت ذكية جدا وشخصيتها قوية، بس نقلت هنا عشان ناوية ما تتعرفش على حد خالص لحد ما تتخرج بسلام. فالبطلة قالت لها حلوة قوي، شكلك مش وش نعمة، خليهم بقى يفتكروني انتي على طول، الله لا يسيئك. فالمتدربة في الاول طنشتها، فبالتالي البطلة قررت تعترف قدام الكل بالحقيقة بس بعد ما تخرج معاهم مرة كمان وتلحق تنبسط. وأول ما خرجوا قعدوا يغنوا مع بعض وآخر فرحة ومرحة، والوحيد اللي كان ضيف شرف ما بيعملش حاجة هو البطل، بس أعجب بغنى البطلة جدا وجاب لها عصير فراولة وقعد يقول لها قد إيه صوتها حلو. فقالت له بجد أصل أنا أول مرة أغني وسط أصدقائي المقربين، فقال لها بس إحنا مش مقربين على فكرة. فاللي هو يا ريتك ما نطقت، في ناس كده لما بتقفل بقها بتبقى قمر.
المهم البطلة قبل ما توضح لكل حقيقتها وان في سوء فهم، لقت المتدربة قلبها مال وقالت تسيب البطلة تعيش اضواء الشهرة شوية، واللي هو انا موافقة نبدل شخصيتنا بس ابوس ايدك اسأليني قبل ما تعملي اي حاجة عشان ما تفضحناش باللي بتعملي ده. والبطلة ما صدقت وبقت تسألها تقريبا على كل تافهة لحد ما المتدربة جالها اضطراب عصبي، لكنها مكملة عشان تساعد البطلة تعيش حياتها. وكل ما المشهورة وشلتها يسألوا البطلة على حاجة، المتدربة تشاور لها من بعيد لو نطقتي هزعلك وهكذا. وبالصدفة البطلة والمتدربة لقوا واحدة بتهزق البطل وبشرة كرامته، وقامت من عصبيتها سايبة الدنيا كلها ورمت موبايله ناحية البطلة. فاضطرت البطلة تظهر وتقول له موبايلك كان هيفتح راسي بس ما تخافش ما سمعتش اي حاجة. فلقيته خد الموبايل وما عبرهاش كالعادة. تاني يوم الابطال اتقابلوا بره المدرسه وهما الاثنين حاولوا يعملوا نفسهم كلاون مش شايفين بعض بس فشلوا. والبطل قال لها اوعي تكوني قلتي لحد على اللي شفتيه امبارح، فهي عيب عليك، هو انت فاكرني عصفوره بنقل الكلام فضفض كده وقول لي مالك. فاعترف لها ان هو مش اجتماعي وبيتوتر لما يكلم اي حد، فعشان كده دايما بيتفهم غلط ومطفش الكل، وان البطله كمان كانت بتخوفه ساعات. فهي ثانيه كده، مين بيخاف من مين يا ابني؟ ده انت بتجري لما بتشوفني وبتبص لي كده بصه بحس ان قتلت حد وانت جاي تنتقم، ما تقول كلام يعقل. ومن ساعه الحوار ده والابطال بقوا يتكلموا مع بعض اكتر، لكن واضح ان المشهورة كارهة تشوف البطلة مبسوطة وحاولت توقعها في اي حاجة، اللي هو تيجي قدام الطلاب تبين ان البطلة مش لابسة ماركات، اللي هو ما تحسني ما لفظك يا قول الله، مالهم اللي بيلبسوا لبس عادي. واللي انقذ البطلة في الموقف ده ان البطل تدخل وقال لها ايه ده نفس الكوتش بتاعي، فالكل سكت لانهم بيكراشوا عليه. وبعدين انتشر بوست تنمر مش لطيف على ان البطلة واحدة اقل من العادي مش محتاج يتعمل لها الضجة دي كلها. فالمتدربة قررت تعلم البطلة كل حاجة من لبس وميك اب عشان تبقى متألقة وتعمل فيها نجمة. وابن عم البطل كان بيساعدهم، واي حد بيجيب سيرة البطلة او يتريق على لبسها يقعد ينبهر، واللي هو خرب بيت الشياكة ترندي قوي ما تعلمينا يا فاشونيستا، فيحسس الكل ان البطلة اوعى بقى، فبدأوا ينجذبوا ليها اكتر. اما صحيح ابن عم البطل ده اصيل، لو تعرفوا بقى ان هو اللي كاتب بوست التنمر على البطلة، ياه قد ايه هو حقير وبيعمل الاجواء دي بدل الملل والروتين، كمان يكسب ثقة البطلة والمتدربة وفي نفس الوقت يلفت انتباه البطل عشان واضح ان في ماضي ما بينهم زمان. الحلو ان البطل بدا يتحرك شويه وقام مد للبطله هديه، فالبطله عشان تردها له اديته تذكره واحده لفيلم معين، فهو يعني صح برضو اروح لوحدي ما تيجي معايا، فوافقت وكانت مبسوطه جدا لانها بتحبه. بس المشهوره ما تسيبهاش كده فرحانه، لا اربكها، وقامت قايله للبطله ان البطل اعترف لها بحبه، ومش هي بس ده اعترف لاي كلبه معديه. فالبطله قالت لها لو شايفه نفسك كده روحي بدل السينما معاه. هوب البطل لقى المشهوره في وشه، اللي هو مش دي اللي كنت هخرج معاها، وهي بقى بتتعامل كان هو اللي عازمها. والمتدربه لما عرفت قامت مهزقه البطله تهزيق على ذكائها المعدوم وقالت لها يا هبله المشهوره بتصيع عليكي روحي له قبل ما يضيع منك. فالبطله وهي رايحه لقت ابن عم البطل في وشها فخدته معاها، وتقابلوا كلهم في السينما هناك وقعدوا يلعبوا شويه وخلصوا الفيلم. وطبعا ده كله الابطال مش عارفين يتكلموا مع بعض كلمه بسبب ان الحشريه مشهورة وقفلهم في الزور. فابن عم البطل فجأة قال لها يلا روحي معايا اصل انا ما بحبش اركب الاوتوبيس لوحدي، فقالت له من امتى ده؟ فهو من دلوقتي، وقام واخدها غصب وساب الابطال على انفراد. فقلت اخيرا هينطقوا بكلمة مع بعض، وفعلا ما كتروش عن كده وباقي الكلام كان سايلنت تقريبا بيتكلموا لجوه ومقضينها نظرات، اللي هو مالها لغة الاشارة ما كانت هتبقى اسهل ليهم ولينا. ويوميها برضو ابن عم البطل هدد المشهورة بانها تلم نفسها وتبطل هطل. فتاني يوم المشهورة بقت بتحترق ذاتيا عشان البطلة شهرتها بتزيد كل شوية، فقامت قلبها باقي الشلة عليها وقالت لواحدة بتكراش على ابن عم البطل ان البطلة معلقاه وحطاه زي الخاتم في صباحها. وفعلا كل المدرسة بدأوا يطلعوا عليها اشاعات بانها بتصطاد كل الكراشات وتجنبوها، لكن البطلة هتثق في نفسها ومش هتتأثر وهتبتدي تواجههم لحد ما الكل حبها تاني. وساعتها ابن عم البطل نشر صورة المشهورة وهي في اعدادي، وما ادراك بصورنا في اعدادي، فالكل قعد يسف عليها مع انها حلوة اصلا بس هم عبط.
وطلعت ان هي زمان في مدرستها القديمة كانت بتتعرض للتنمر كتير، لحد ما ابن عم البطل قال لها لازم تغيري من نفسك عشان الناس سطحيين، وهي عملت بنصحته ونقلت المدرسة معاه وبقوا صحاب جامدين، وهي مشهورة جدا لغاية لما البطلة جت وخدت كل الاضواء منها، فعشان كده كانت بتحاول تأذيها، وابن العم مرضاش بالكلام ده وقام فضحها عشان تهمد. هوب البطلة قفشت منه، اللي هو اخص عليك بتستقوى على الغلبانة زميلتك ليه؟ قفت فيك ازاي؟ ما هو ممكن تفضحني انا كمان في اي وقت. والبطل برضو لقينا الاول مرة عنده ردة فعل وبستفه وقال له انت هتفضل ندل لغاية امتى، وحسسه بالذنب لانه عمل الحركة دي زمان. وطلع ان من سنتين كان البطل وابن عمه قريبين جدا من بعض، لكن ابن العم بدأ يغير لما لقى البطل بقى ليه صاحب تاني بيغني معاه وصوته ملعلع، فاللي هو ازاي ما تقوليش ان عندك الموهبة دي، فقام نشر صورة لصاحب البطل عشان الكل يتنمر عليه ويبعدوا عن البطل اللي كان هيحكي له عادي عن السر الكوني بموهبته. لكن ابن العم تسرع وخد موقف متخلف زيه، ومن ساعتها البطل بقى يخاف يغني قدام اي حد واخد موقف منه جدا. وحاليا البطل والبطلة تقابلوا بالصدفة وخرجوا مع بعض عشان ينسوا العبث ده، وقام البطل يحكي لها على ماضيه وقدر يغني قدامها بس، وانتهز الفرصة واعترف لها بحبه، فسكتت فافتكر انه اترفض، فهي رايح فين بس؟ انا موافقة وش، بس لو سمحت اديني وقت شوي، وعمالة تفكر تقوله ازاي حقيقتها. طول الوقت ده المشهورة كانت لسه حيزبونة وعايزة تطلع غلها في البطلة، فقررت تخرج مع الاكس بتاعها عشان تغزها، مع انه في الحقيقة هو اكس المتدربة اصلا، فجاية تقول للبطلة في وشها انها ناوية تخربها مع حبيبها السابق، فلقيتها بتقول لها تصدقي ذوقك في الرجالة يهبل، مبروك عليكي. وطبعا هي ما تعرفش مين ده اصلا، غير لما المشهورة قالت لها مش انتوا يا بنتي كنتوا مرتبطين زمان؟ فهنا البطلة قالت لها بجد، هو انا مخي دفتر هفتكر حبيت مين ولا مين؟ وعرفت ان ده حبيب المتدربة السابق، بس ما لحقتش تسألها على حاجة عشان في بوست اتنشر عن ماضي المتدربة انها في مدرستها القديمة كانت انسانة كدابة وعايزة تدمر حياة الاكس بتاعها، فالمتدربة بطلت تروح المدرسة خالص والبطلة مش عارفة توصل لها وواخدة كل الشتايم في وشها. والحقيقة ان اكس المتدربة ده واطي وخانها مع اعز اصدقائها، وقام منفعل عليها كمان لما عرفت، فلما جت تشتكي له لجنة العنف المدرسي صاحبتها شهدت ضدها وقالت انها كدابة وبتحور، فالمتدربة طلع ان هي اللي شكلها وحش وعايزة تضيع مستقبل الواد لانه لعب بيسبول مشهور، وده السبب اللي خلى المتدربة تنقل مدرسة البطلة عشان تنسى الماضي وتكمل حياتها بهدوء، وما فرقش معاها البطلة تاخد اسمها ولا لا. الحلو ان البطلة دلوقتي حاولت تتواصل مع المتدربة عشان تخرج من جحرها وتفرفش شوية، واللي هو محدش مرتاح سواء كان مشهور في المدرسة او لا كلنا لها، فرجعت الثقة في نفس المتدربة تاني. هوب جالهم تليفون من المشهورة بتطلب المساعدة لان اكس المتدربة ناوي يعمل لها غرز في وشها عشان رفضته، فلو خد راحتك بقى فايتنج. البطلة والمتدربة السابقة لحقوا المشهورة قبل ما يتعمل منها كرة شراب، والمتدربة مسحت بالاكس بتاعها الارض وسجلت له اعتراف بانه هو اللي كذاب، وقالت له شوف يالا لو سمعت شكوى واحدة عنك تاني هنشر التسجيل ده وهخلي كل الكائنات الزاحفة والطائرة تجيب في سيرتك. مات الكلام، وراحوا تاني يوم المدرسة والمشهورة بقت نظيفة، وابن العم والبطل رجعوا مقربين من بعض تاني، والمتدربة والبطلة قالوا حقيقتهم للمدرسة انهم كانوا مبدلين شخصيات بعض، والبطلة لما قالت للبطل على الحقيقة دي افتكرته هينفصل عنها، بس هو اصلا كان عارف من زمان، اللي هو واضح عليك جدا هبلك شائع مش منظر واحدة كانت بتتدرب في وكالة محترمة، وكملوا مع بعض. اما ابن العم والمتدربة لسه في الطريق ان هم يرتبطوا، ربنا يوفقهم لو كان فيهم الخير. القناة دي يا جماعة عن بنوتة جميلة لسه بدأ تعمل اكل كوري بشكل بسيط وحلو جدا، عشان لو حابين تجربوه في البيت فهسيب لكم لينك القناة بتاعتها في الوصف تحت. اما عن اسامي بانز الجميل، ليسا الدوسري، اسراء، رزان، سبق منير، كارمن، جنى طارق، اسماء، بسنت، مريم السكري، رحمة، ونادية. اما عن الرسائل فقمر بتقول ينفع تدعولي انجح في الامتحانات، وميري من بتقول ينفع تدعولي اخف من السكر، وكنزي بتقول ينفع تدعولي نتيجتي تطلع عالية وما جيبش ضعيف الترم الاول والتاني، وربنا يشفي كل مريض ويحقق امنية كل اللي يدعي. وسارة رمضان بتقول لصاحبتها سلمى حسين انا بحبك قوي قوي قوي. ورضوى بتقول ينفع يا جماعة تدعوا لاختي عشان هي بتعمل اجراءات سفر ومش ماشية قوي، وكان باسم جنونة. وبسنت احمد بيقولولكو ينفع تدعولنا ربنا يوفقنا ونجيب امتياز ولا لكم بالمثل.
وفتحية بتقول ادعوا لي انجح، وكان باسم محمد احمد بيقول لكم ينفع تدعوا لجدتي بالرحمة، وحبيبة خالد بتقول ادعوا لي اخرج من الظروف اللي انا فيها، حياتي صعبة وفيها ضغط كبير، وغدا حسين بتقول ادعوا لي قوي عشان خايفة من درجة تالتة ثانوي، وسلمى بتقول ينفع تدعوا لي عشان انا في اولى ثانوي ومتوترة جدا بالذات من اللغة الفرنسية والرياضيات والفيزياء، وبجد من كتر التوتر وضغط عائلتي بفكر في الاختفاء من الوجود، لو سمحت ادعوا لي ان كل شيء يعدي على خير وابقى دكتورة عظام. وكان باسم بوكسيون بتقول اتمنى تدعوا لي ربنا يوفقني في دراستي واحقق حلمي. وحسين عمران بيقول ينفع تدعوا لابو صديقي بالرحمة. وكان باسم بلينك ارمي بتقول لبنت خالتها عيد ميلاد سعيد ان شاء الله هتنجحي. وايمان محمد بتقول ادعوا لي عشان عاوزة اخلص من ثانوية عامة لاني تعبت قوي. وكان باسم ماري اوما بتقول ينفع تدعوا للقطة بتاعتي عشان وقعت من الدور السادس وما ينفعش تاكل ولا تشرب وانا خايفة قوي عليها. وإيمان رمضان بتقول ادعوا لي بالشفاء العاجل. ميار أحمد بتقول ينفع تدعوا لي أخرج من حالة الاكتئاب بعد موت تيتا الله يرحمها، ينفع تدعوا لها. ومريم زكريا بتقول يا جماعة أنا محتاجة دعواتكم ادعوا لي أجيب مجموع عالي السنة دي وادخل ثانوية عامة بجد. وكان باسم رازاني بتقول ينفع تدعونا لو سمحت انا واهلي ان علاقتنا تتحسن. واسماء بتقول لاختها رحمه ومامتها ناديه ربنا يخليكوا ليا. ولماس محمد بتقول ينفع تدعولي اخف من البرد. وكانت معكم لبنى ماجد ودينا عويضه من قناه كوريا انيو.